السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متدربين إن شاء الله في أكاديمية المهندس محجوب. معانا المهندس حسن بيخلع مكثف، طريقة خلع المكثفات من على البوردة. قولنا يا حسن، بتعمل إيه أول ما بتبقى عايز تفك المكثف؟ بتعرف إزاي المكان وتعرف إزاي الركول؟ بعرف الركول ان انا اشوفه من اهو، الرجول بتاعته اهي. وبعدين بتعمل علامه طبعا زي ما علامه ايه؟ ايوه، بسخن القلم بيعمل علامه ايوه على الرجول، وبعد كده بيسخن ويحط الزير، بيزود الزير، وبعد كده بيبدا يرفع المكثف بطريقه من الطريقتين، او اما بالشفاط او بالفرشه، او بيسخن على الرجول ويسحب المكثف لتحت بيطلع معاه عادي. متشكرين جدا باشمهندس حسن، نورتنا النهارده. متشكرين جدا.